بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن Lecture 3، المحاضرة الثالثة والأخيرة في Chapter البون. طب هنتكلم إن شاء الله يا شباب في المحاضرة دي عن عملية الـ Ossification أو عملية التعظم. عملية الـ Ossification أو عملية التعظم هتحس إنها شوية قصة، لو خدتها على سبيل انها قصة احداث ورا بعضها، كل حدث مرتبط باللي بعديه. عشان كده مهم تكون مركز معايا كويس جدا جدا، انت لو فوتت حاجة في النص هتلاقي القصة مش ماشية بشكل منضبط معاك، فهتلاقي نفسك كده مش مستريح باقي المحاضرة. لكن ان شاء الله لو ركزت فهتلاقي كل ستيب، كل خطوة بتسلم للي بعدها، تلاقي الموضوع متسلسل، الموضوع ماشي بشكل جميل جدا. وهنشوف الحاجات دي كلها انيميشن ان شاء الله، بحيث ان انت تبقى قادر ان انت تتخيل اصلا يا دكتور ايه اللي بيحصل. تمام، نبدأ بقى بسم الله ونتوكل على الله. نتكلم عن موضوع الاوسيفيكيشن. كلمة اوسيفيكيشن، كلمة اوسيس او اوسي معناها بون، معناها عظم. اوسيفيكيشن معناها بون فورميشن، او ازاي يا دكتور هنعمل العظم. لما الطفل كان صغير كي يا دكتور، كان لسه الطفل مولود عادي جدا، كان لو حد جه حط ايده على راسه كده لاقي راسه بتنزل لتحت، تحسها مش ناشفه. يعني انت دلوقتي لو جيت انت خلاص كبير دلوقتي، خلاص لو حطيت ايدك كده فوق على راسك، لا راسك ناشفه يا دكتور. لكن الطفل الصغير بتبقى طريه شويه. ليه يا دكتور كده؟ قال لك عشان في حاجه اسمها فونتانلز، او بتكون راسه لسه ما قفلتش يا دكتور. يعني ايه راسه لسه ما قفلتش؟ انت عارف ان عظم السكال، عظم الجمجمه، مكون من عظمه واحده؟ لا يا دكتور، متكون من اكتر من عظمه. العظام دي بتلتحم مع بعضها، درستوا الكلام ده في البيزس في الاناتومي. طب فالعظام دي يا دكتور، لو الطفل جوه بطن ماما عظام الجمجمه بتاعته التحمت مع بعضها، هنطلعه ازاي من البيرث كانال؟ بنطلعه من دماغه اصلا، بيخرج من دماغه. فيا دكتور عشان كده لازم تكون العظام دي لسه ما قفلتش. ليه يا دكتور؟ عشان تقدر تركب على بعضها كده، ونقدر نخرج الجمجمه والطفل من بطن امه، لان هو ده اكبر حاجه في الطفل اصلا. طب غير كده يا دكتور، دماغ الطفل بتنمو بتنمو بتنمو، فلو دماغه العظم ده كان قافل عليه مش هيبقى فيه مساحه لان الدماغ ينمو. تمام، فلازم يا دكتور الدماغ بيقفل مش بعد ما الطفل يتولد على طول، لا بياخد وقت كده، فعشان كده تلاقي دماغ الطفل من فوق طريه. طب وايه اصلا اللي خلاها طريه؟ يعني هي يا دكتور لسه ما تحولتش لعظم. فهي الاول يا دكتور كانت عباره عن غشاء. كانت عباره عن ايه؟ غشاء، غشاء عادي جدا. الغشاء ده يا دكتور بعد كده ان شاء الله هيتحول الى ايه؟ هيتحول الى عظم. طب يبقى يا دكتور اول نوع هنتكلم عنه من انواع الاوسيفيكيشن، من انواع التعظم، اسمه انترا ميمبرنس اوسيفيكيشن. عمليه الاوسيفيكيشن، عمليه التعظم انترا، داخل ميمبرنس الغشاء، عمليه التعظم داخل الغشاء. يعني زي الغشاء، زي اللي كان موجود على طفل البيبي الصغير، هيتحول ان شاء الله مع مرور السن الى عظم زي ما هو موجود عند حضرتك دلوقتي. فمن اسمه يا دكتور انترا ميمبرنس، ميمبرنس يعني غشاء. يعني يا دكتور عملية الأوسيفيكيشن أو عملية التعظم دي starts by membrane، بدأت ب membrane، بدأت بغشاء. طب الغشاء ده إيه اللي هيحصل له يا دكتور بعد كده؟ هيتحول إلى عظم. طب الغشاء ده نوعه إيه يا دكتور؟ ده مش إحنا اتفقنا إن البون أصلا أحد أنواع الكونكتيف تيشو السبيشياليزد المتخصصة؟ حلو، فالغشاء ده يا دكتور هو عبارة عن كونكتيف تيشو membrane، غشاء من أغشية النسيج الضام، اللي يا دكتور كان بيبقى طالع النسيج الضام، الخلية اللي بتعمل اليو ام سي، اللي بتبقى طالعة اللي بتعمل كل أنواع خلايا نسيج الضام، خلايا الكوناكتيف تيشو يلي ذاكرت في الموديول اللي فات، كنا بنسميها الطبقة المتوسطة الميزنكايمال أو الميزوديرمال، صح؟ فهو بيبدأ بيقول لك starts by mesenchymal connective tissue membrane، بدأت يا دكتور بغشاء connective tissue، غشاء من النسيج الضام ميزنكايمال، طالع من الطبقة المتوسطة من الجنين. طب يبقى كده كل الكلام لحد دلوقتي ميك سنس، كل الكلام منطقي والحمد لله. طب الغشاء ده بيتكون من ايه يا دكتور؟ بيتكون من يو ام سيز، فايبرز، وبلاد فيسلز. يو ام سيز عارفين اللي هي undifferentiated mesenchymal cells، الخلية الأم اللي هتصنع كل خلايا الكونكتيف تيشو. طب خلية اليو ام سي دي يا دكتور معاها ايه كمان؟ معاها فايبرز، معاها ألياف يا دكتور. حلو، وفي ايه كمان يا دكتور غير الألياف؟ في blood vessels، أوعية دموية يا دكتور. يبقى عندنا إيه؟ عندنا الـ UMCs، okay، والـ fibers، والـ blood vessels. UMCs اللي هي بسميها mesenchymal cells أو UMCs، okay، وعندي الـ fibers، وعندي الـ blood vessels الأوعية الدموية.
حلو، يبقى الميزنكايم الكوناكت تيشو ميمبرين ده عباره عن ايه؟ ليومسيز، الخلايا الام يا دكتور اللي هتصنع بعد كده كل حاجه، والفايبرز الالياف، والبلاد فيسلز الاوعيه الدمويه اللي بتغذيهم. طب كويس جدا جدا. عمليه التعظم دي يا دكتور بتحصل فين؟ هنعرف كمان شويه وهنشوف الخطوات. بتحصل في الفلات بونز، اوكي، اللي هو من ضمن الفلات بونز يا دكتور عظم الاسكال، عظم الجمجمه، ولسه قايله لك من شويه. طب هي الستبس يا دكتور ازاي هنبدا عمليه التعظم دي؟ حلو، اسالك سؤال، هي يا دكتور مش احنا عندنا في الميزينكايمال كوناك تيشو ميمبرين ده ثلاث مكونات؟ اه، فاليو ام سيز الصح ان هي تبقى موجوده اكتر فين؟ تتكتل فين؟ تتكتل جنب مصدر الغذاء، تتجمع جنب مصدر الغذاء، اوكي، عشان ده المصدر اللي هيمدها بالغذاء. فعشان كده بيقول لك يو ام سيز كوندنس ات ارياز ريتش ان بلاد فيسلز، اوكي، اليو ام سيز بتتجمع في المناطق الغنية بالأوعية الدموية، كلام منطقي جدا، هتتجمع جنب المناطق الغنية بمصادر الغذاء. طب فبسمي ده إيه يا دكتور؟ أسميه أوسيفيكيشن سنترز أو مراكز التعظم، اللي هي عبارة عن يو ام سيز المتجمعة حوالين مصدر الغذاء بتاعه هو البلاد فيسلز، الأوعية الدموية. طب أسمي ده أوسيفيكيشن سنترز أو أو سي، اختصار أوسيفيكيشن سنترز، أو سي اس، أو سي اس ده اختصار أوسيفيكيشن سنترز، وتكون لي حاجة اسمها مراكز التعظم. يعني ايه يا دكتور مراكز التعظم؟ يعني انا لو عندي مثلا يا دكتور الغشاء بالشكل ده كده، حلو، يتكون يا دكتور مركز تعظم هنا، حلو، ومركز تعظم هنا، اوكي، ومركز تعظم هنا، ومركز تعظم هنا، ومركز تعظم هنا. بعدين يا دكتور ابتدي ايه ده كده، ايه ده الجزء تعظم، ابتدي التعظم ينتشر كده يا دكتور، وينتشر كده وكده وكده وكده، ينتشر من كل مركز تعظم يا دكتور، بحيث في الاخر الجزء ده كله يتحول الى عظم. تمام، يعني عندنا مركز تعظم كده، حلو، يبقى العظم جزء يتعظم كده وكده وكده وكده، بحيث ان في الاخر يبقى المحصله عندي كله يا دكتور تحول الى ايه؟ كله تحول الى عظام. طب كويس جدا جدا جدا، يبقى دكتور يوم سيز اتجمعت خلاص وعملت الاوسيفيكيشن سنترز. في كل الاوسيفيكيشن سنترز ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ اليو ام سيز ديفرنشيت، هتبتدي تتميز. تميز ليه؟ احنا عايزين نكون عظام. طب لو انت ذاكرت المحاضره اللي فاتت كويس، او سوري ذاكرت المحاضره الاولى كويس، فده اللي احنا خدناه المحاضره الاولى، قلنا اني ببدا بخلايا اسمها اوستيوجينيك، حلو، والاوستيوجينيك دي يا دكتور اهي بعد كده هتديني الاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست هي اللي هتعمل لي الميتريكس، وهي اللي هترصف فيه اللي هترصف فيه الكالسيوم عن طريق الانزيم اللي اسمه الكالاين فوسفاتيز، وهتكون لي العظم، وعندي بعد كده هتحبس نفسها في لاكينة وتبقى اسمها اوستيوسايت. مش ده اللي احنا درسناه؟ اوكي يا دكتور. يبقى يا دكتور اليو ام سيز هتتميز لمين؟ للاوستيوجينيك، والاوستيوجينيك هتدي مين يا دكتور؟ الاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست هتسكريت الماتريكس، هتفرز الماتريكس اللي هو سميناه المره اللي فاتت اوستويد، وعشان عارف ان انت ناسي يعني ايه اوستويد من اول محاضره، فكرتك ان الاوستيويد يا دكتور هو الماتريكس اورجانيك بارت. مش درسنا ان الماتريكس جزء اورجانيك عضوي وجزء ان اورجانيك، واتفقنا ان الجزء ان اورجانيك الغير عضوي ده يا دكتور هو عباره عن ايون الكالسيوم مثلا، اوكي، فيا دكتور دلوقتي هي هتفرز دي الاوستيويد الماتريكس العضوي بتاعي عادي جدا، بعد كده هيترسب عليه الجزء الغير عضوي وهو الكالسيوم، فعشان كده بيقول لك هي هتسكريت الاوستيويد اللي ممكن انت تشيلها وتقول مكانها الاورجانيك بارت، الجزء العضوي بتاع الماتريكس ده اللي هي تقدر تفرزه، بعد كده يجي يترسب عليه الكالسيوم اللي هو الجزء الغير عضوي، عشان كده بقول لك زين كالسيفايد، بعد كده يترسب عليه الكالسيوم. حلو جدا جدا، تعالى بقى كده نبص اهو، عندنا يا دكتور الميزينكايمال سيلز هتتحول الى ايه يا دكتور؟ اول حاجه هتجمع نفسها حوالين مصدر الغذاء اللي قلناه من شويه اللي هو البلاد فيسلز. طب حلو جدا، بعد ما جمعت نفسها كده يا دكتور تبتدي تتميز بقى، تتحول الى ايه؟ اوستيوجينيك، بعدين تتحول الى اوستيوبلاست. الاوستيوبلاست هتبتدي تعمل ايه يا دكتور؟ تسكريت الماتريكس، خلاص عملت الماتريكس اللي هو الاورجانيك بارت يا دكتور، بعد كده يبتدي يترسب فيه ايه يا دكتور؟ يترسب فيه الكالسيوم. حلو جدا جدا، زين كالسيفايد، حلو. سم اوستيوبلاست زي اللي قدامك دي كده بقت ايه يا دكتور؟ بقت امبريزنت ان لاكيناي، بقت مسجونه في لاكينا كده يا دكتور، فين اللاكينا؟ اهي اهي يا دكتور كده، بقت امبريزنت، بقت مسجونه فين؟ في اللاكينا، الفراغ الابيض ده اللي شرحناه بالتفصيل قبل كده. حلو، بيكام اوستيوسايت، وبقت كده ايه يا دكتور؟ اوستيوسايت خلاص. طب حلو جدا جدا، من كل الاوسيفيكيشن سنترز ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ ترابيكولاي فورمت. ايه الترابيكولاي دي يا دكتور؟ اهي جزء العظم اللي بالشكل ده،
بص كده ايه اللي حصل. اوكي اهو، ده يا دكتور كان اوسيفيكيشن سنتر، وده برضو كان اوسيفيكيشن سنتر. ابتدت الاوستيوبلاست، مش احنا اتفقنا سام بس اللي هتحول اوستيوسايت زي دي كده، حلو. الباقي يبتدي يفرز ميتريكس، ميتريكس يفرز يكون عظم. فالجزء ده كان مركز، كان دايره صح، كان دايره بالشكل ده يا دكتور، كان عباره عن دايره بس. ابتدى ينمو، ينمو كده اهو، كان عباره عن دايره يا دكتور، ابتدى ينمو كده وكده اهو، ده ينمو ينمو ينمو، حلو جدا جدا. لما هينمو كده يا دكتور هيعمل لي حاجه اسمها ترابيكيولاي، بسميهم ايه يا دكتور؟ ترابيكيولاي، حلو جدا. فورم ابتدوا يتعمل، بس ايه يا دكتور؟ بعدين ابتدوا ايه؟ سكند، يزدادوا في السمك. هل بس كده؟ لا، برانش تطلع منهم، برانشز يا دكتور. والبرانش دي انستموز، تلتقي مع بعضها. يبقى يا دكتور هيحصل لهم ثلاث حاجات، سكند، برانش، انستموز. بدل ما كانت رفيعه تتخن تزداد في السمك، يطلع منها برانشز، برانشات تلتقي مع بعضها، انستموز. حلو يا دكتور، سكند، سكند كده يا دكتور، اوكي، برانش تلتقي، دي تطلع كده فرع ودي تطلع فرع، وانستموز يلتقوا مع بعض يا دكتور. طب حلو جدا، يبقى احنا بدأنا اول حاجه يا دكتور خالص اليو ام سي ايز. حلو، ايه اللي حصل لها؟ اتجمعت حوالين مصدر الغذاء وكونت لي اوسيفيكيشن سنتر. بعد كده يا دكتور اليو ام سيز تحولت الى ايه؟ تحولت الى اوستيوجينيك، والاوستيوجينيك تحولت الى اوستيوبلاست، والاوستيوبلاست عملت الميتريكس اترصف فيه كالسيوم، البعض تحول الى اوستيوسايت، والاوستيوسايت بقت ايه كده؟ مسجونه. تمام، حلو. فضلوا يكونوا يكونوا يكونوا، عملوا لي حاجه اسمها ترابيكيولاي. الترابيكولاي زادت في السمك، ثيكند. بعد ما زادت في السمك برانش طلع منها افرع، والافرع التقت انستموز، التقت مع بعضها. حلو جدا، هتعمل لي حاجه اسمها سبونجي بون، او العظم الاسفنجي. او شايف الترابيكولاي زادت في السمك وبرانش طلعت افرع والتقت مع بعضها، عملت لي السبونجي بون او العظم الاسفنجي. هتقولي كده يا دكتور احنا حققنا هدفنا؟ اقول لك لا، احنا هدفنا ان احنا نعمل فلات بون، والفلات بون ده بيحصل في الانترا ميمبرانس اوسيفيكيشن، عمليه التعظم داخل الغشاء. هدفنا يا دكتور ان احنا نعمل الفلات بون. لكن يا دكتور الفلات بون انا فاكر من المحاضره اللي فاتت قلت لي انه عامل زي البرجر كده، حلو، رغيف خبز من فوق من الكومباكت بون، ورغيف خبز من تحت من الكومباكت بون، وما بينهما سبونجي بون. فاحنا كده يا دكتور عملنا سبونجي بون، الف مبروك، لكن ناقصنا طبقه من فوق من الكومباكت بون، طبقه من تحت من الكومباكت بون. اقول لك ولا يهمك، بس الاول انت عارف السبيسز دي، الفراغات دي كده يا دكتور فيها ايه؟ فيها بون ماري سيلز، خلايا نخاع العظام. ما احنا عارفين ان الفراغات سواء كانت في الكومباكت بون يا دكتور، لما اتكلمنا مثلا كده، اوكي، لما وريتك هنا، سواء قلنا مثلا في الكومباكت بون هنا يا دكتور، الفراغ ده فيه ايه؟ بون مارو، نخاع العظام. او قلنا هنا يا دكتور الفراغ ده مش ده سبونجي، فيه ايه؟ فيه بون مارو، وفيه نخاع عظام برضه يا دكتور. فهنا بيقول لك ان السبيسز، الفراغات دي كده يا دكتور، السبيسز دي كده فيها ايه؟ فيها بون مارو سيلز. وهل كل شويه هنقولها، كل شويه هنقول لك السبيسز الموجوده ما بين الترابيكولاي، السبيسز اهي، مش ده سبيس ما بين الترابيكولاي دي ودي، وده سبيس وده سبيس، فقلت عليهم سبيسز. فيهم ايه؟ فيهم بون مارو سيلز، فيهم خلايا نخاع العظام. طب اللي هتكون لي خلايا الدم وما الى ذلك، زي ما احنا عارفين من شابتر البلاد الموديول اللي فات. طب يا دكتور، بس احنا يا دكتور زي ما اتفقنا لازم نكون فوق طبقه كومباكت وطبقه تحت كومباكت، فنعمل ايه؟ نقوم باستبدال، نعمل استبدال للسبونجي بون بالكومباكت بون. بس استنى يا دكتور، كل السبونجي بون نستبدله بكومباكت بون؟ لا، ده اللي بس اللي موجود at sides of central spongy، يعني على جوانب السبونجي الموجود في المركز. اهو يا دكتور بص كده معايا، احنا عايزين نستبدل اني السبونجي بون بكومباكت بون، السبونجي بون الموجود على جوانب، على جوانب، على السايدز، على الجانب ده وعلى الجانب ده، على جوانب الاسبونجي بون الموجود في المركز. يبقى يا دكتور على جوانب الاسبونجي بون، العظم الاسبونجي الموجود سنترال الموجود في المركز، على جوانبه كده يا دكتور، أو على الجوانب يعني من هنا ومن هنا، عايزين يتم استبدال ده بكومباكت بون. اسمي العمليه دي ريموديلنج، عمليه اعاده التشكيل، اني بعيد تشكيل حاجه، بدل ما كانت بالشكل ده بعيد تشكيلها، بغير شكلها. فبيحصل يا دكتور بالشكل ده كده اهو، بيعمل حاجه اسمها بون ريموديلنج، اعاده التشكيل. بص بعمل ايه؟ باجي على الجوانب دي كده يا دكتور، اشيل، نشيل سبونجي ونستبدله بكومباكت. حلو. تمت كده عملية إعادة التشكيل يا دكتور، شلنا السبونجي وحطينا مكانه كومباكت.
سميناها ايه؟ ريموديلنج. كده يا دكتور احنا خلاص عندنا نفس الشكل ده اهو، سبونج اهو يا دكتور فعلا في الجنب في النص، حلو، وعلى جانبي السبونج من فوق ومن تحت في كومباكت. الف مبروك. متبقى لنا اخر حاجه بس يا دكتور، ان البيري اوستيوم يديفلوب. طبقه البيري اوستيوم اللي فوق دي يا دكتور، مش احنا عارفين ان حول العظم يا دكتور في بيري اوستيوم، غلاف اللي موجود حوالين العظم اللي هدفه الحمايه، اللي طبقتين والكلام ده كله. فيجي البيري اوستيوم يديفلوب، هو اللي باللون ده يا دكتور، حلو، بيري اوستيوم يديفلوب ات سايدز اوف كومباكت بون، اهو على جوانب الكومباكت بون، مش ده الكومباكت، على جانبه ايه؟ بيري اوستيوم يديفلوب، ده كومباكت على جانبه ايه؟ بيري اوستيوم يديفلوب وينمو. يبقى كده احنا الف مبروك، عملنا الانترا ميمبرانس اوسيفيكيشن، عمليه التعظم داخل الغشاء. شفت سهله وبسيطه ازاي والدنيا ماشيه بالترتيب، انت فاهم؟ الانترا ميمبرانس ده فهمتك بيحصل في الفلات بون اللي من مثاله عظمه السكال. فبنحصل ازاي؟ بنبدا عادي جدا بيو ام سي تتجمع حوالين مصدر الغذاء. الف مبروك، بعد ما تجمعت هتعمل ايه يا دكتور؟ هتبتدي تكون حاجه اسمها اوسيفيكيشن سنتر، تتحول اليو ام سي يا دكتور الى اوستيوجينيك، بعد كده اوستيوبلاست، تفرز لي الماتريكس يترسب في كالسيوم، بعضهم يتسجن ويتحول الى اوستيوسايت، الباقي يكمل للافراز بتاع الماتريكس ويكمل افراز فين؟ في العظم، وسمي ده مركز التعظم اللي هينمو منه تكوين العظم بعد كده. كون لي حاجه اسمها ايه؟ ترابيكولي. الترابيكولي ايه؟ تدخن ثيكند برانش اناستموز، تدخن تطلع منها افرع اناستموز تلتقي ببعضها، تعمل لي الشكل ده اللي هو السبونجي بون، بس انا مش عايزه كده، عايز يكون فيه يا دكتور على الجانبين كومباكت بون، لازم عشان يبقى الشكل ده كده، فاعمل له حاجه اسمها ريموديلنج، وكونت على الجانبين فعلا كومباكت بون يا دكتور، وحطيت في الاخر البيري اوستيوم على جانبي الكومباكت بون اللي احنا عملناه، وكده فعلا احنا عملنا الفلات بون. شفت الموضوع سهل وبسيط ويسير ازاي؟ والحمد لله. طب تعالوا بقى ندخل على عمليه تانية اطول شويه، لكن هتلاقي فيها جزء من اللي احنا قلناه من شويه ان شاء الله. طب حاجه اسمها انترا كارتلاجينس اوسيفيكيشن، انا مش قلت لك ان في امثله على بعض العظام زي العظم الفلات، عظم الجمجمه، بيتكون من عمليه التعظم داخل الغشاء اللي سميناها انترا ميمبرانس اوسيفيكيشن، في عمليه تعظم ثانيه اسمها انترا كارتلاجينس اوسيفيكيشن، عمليه التعظم داخل الغضروف. ازاي بقى بتحصل يا دكتور؟ هناك كان الغشاء بيتحول الى عظم، هنا في استثناء شويه يا دكتور، هنا الغضروف بيتم استبداله، وحط خط تحت كلمه استبداله، بعظم يا دكتور، سواء كان كومباكت او سبونجي، وهنفهم ده بالتفصيل، يعني الجمله دي هتفضل بالنسبه لك مبهمه. يعني يا دكتور في فرق بين اقول ان الغشاء تحول الى عظم وان الغضروف لا يتحول الى عظم يا دكتور؟ الغضروف بيتم استبداله بعظم. هنفهمها دي ان شاء الله لما نشرح الستبس بالتفصيل ان شاء الله. طب وكيرس بيحصل فين بقى؟ اللي فات كان بيحصل في الفلات بونز، ده يحصل في الباقي في اللونج والشورت والريجولار بونز، بقيه انواع التك. طب هنتكلم يا دكتور عن حاجه اسمها برايمري اوسيفيكيشن سنتر وحاجه اسمها سكندري اوسيفيكيشن سنتر. طب يا دكتور انت مش قلت لي ده بيحصل في اللونج بونز العظام الطويله، حلو، فعايزين نقول لك كده ملاحظه بسيطه يا دكتور عن اللونج بون بيتكون من ايه. اللونج بون درسته في البيزس في الاناتومي الموديول اللي فات انه بيتكون من اكتر من جزء، مش عارف ايه يا دكتور، في نهايتين فوق، نهايتين كده اسمهم ابافيزس، النهايه دي الاند دي اسمها ابافيزس ودي اسمها ابافيزس، حلو، وعندي الشافت اللي في النص دي اسمها ايه يا دكتور؟ دايافيزس، حلو، يبقى انا عندي ايه يا دكتور؟ شافت واحده كده اسمها دايافيزس، وعندي نهايتين، نهايه فوق ونهايه تحت اسمهم ابافيزس، حلو يا دكتور. هيتكون كام مركز تعظم عشان يحولوا لي يكونوا لي العظمه دي كده يا دكتور؟ الاول العظمه دي كانت شكلها كده، كانت عباره عن غضروف، الغضروف ده هنستبدله بعظم، وهنعرف كمان شويه هنستبدله بايه يا دكتور؟ بعظم. طب في مركز تعظم اول ومركز تعظم تاني، عشان ما تنساش، مركز التعظم الاول موجود في الحاجه الواحده، اول يعني واحد صح؟ اوكي. طب فموجود فين؟ بيتكون فين؟ في الدايفيزس. طب مركز التعظم الثاني مهم في الام سي كيو، بيتكون فين؟ في الابافيزس. الثاني اثنين، وعندي ايه هما الاثنين اصلا يا دكتور؟ عندك عشان تفتكر بس، عندي ابافيزس فوق وابافيزس تحت، عندي اثنين ابافيزس، اوكي، فيتكون مركز التعظم الثاني فيهم الاثنين، لكن عندي واحده دايفيزس هيتكون فيها مركز التعظم الاول. طب
البرايمري اوسيفيكيشن سنتر او مركز التعظم الاولي الاول بيتكون فين يا دكتور؟ قال لك هيكون في الدايفيزس بتاعه الكارتليج، لان العظمه كانت في الاول يا دكتور، في الاول، واحنا دلوقتي بنتكلم كمثال على العظام الطويله اللونج بونز، زي مثلا عظمه الهيومرس، اوكي، عظمه العضد، او عظمه الفيمر، درس دلوقتي اللور ليم، الفيمر عظمه الفخذ، كل دي بسميها لونج بونز او عظام طويله. طب يا دكتور تحديدا فين في الدايفيزس بقى؟ قال لك هنبدا في النص ونبتدي ننتشر بقى كده فوق وتحت، لاني هبدا فوق. طب لو بدات فوق، لو انتشرت فوق، طب هيبقى كده عمليه التعظم مش ماشيه بشكل مظبوط، فانا ابدا من نص العظمه، من نص العظمه كده على طول اطلع فوق واطلع تحت، ابدا من نص العظمه اكون في عظمه، بعدين مركز التعظم ابتدي انتشر منه بقى تكوين العظم لفوق ولتحت، فبقى خدت العظمه بنظام. فهنبتدي يا دكتور من الميدل اوف دايفيزس اوف كارتليج، لانه لسه في الاول غضروف، لسه ما استبدلناهوش بعظم لسه، وهنعرف عمليه الاستبدال دي هتتم ازاي. طب بدأنا يا دكتور بالميدل اوف دايفيزس، منتصف الدايفيزس كده في الكارتليج، يبتدي منها مركز التعظم. طب يا دكتور لو انا عندي كارتليج حلو، عايز افهمه ان انا عايز استبدله واقول له اطلع بره واحط مكانه عظم، افهمه ازاي؟ لو تفتكر احنا قلنا ايه الفرق بين الكارتليج والبون، قلنا الكارتليج ده اي فاسكولار، ما عندوش اي مصادر اوعيه دمويه، بيحصل على الغذاء بتاعه بالديفيوجن، بالانتشار، صح؟ طب لكن قلنا البون هايلي فاسكولار، ده انا وريتك في ال 3 دي موديل الليكتشرز اللي فاتت كلها، شفنا ازاي يا دكتور الاوعيه الدمويه ماليه العظم، مغرقه العظم، وازاي متصله مع بعضها عن طريق بولكمانز كانالز والكلام ده كله. طب يبقى يا دكتور عشان افهم الكارتج ان احنا مش عايزينك اطلع بره، هيجي مكانك عظم، فلازم اجيب له اوعيه دمويه كتير فيفهم ان ده خلاص هيتحول لعظم، لان هو ذات نفسه مش بيوصل له دم، واللي بيوصل له دم كتير عظم. تمام، اوكي. طب increased vascularity of pericardium، يزيد الامداد الدموي للبيريكونجيوم، الغشاء الموجود حول الغضروف. اتفقنا ان بيري يعني حوله، وكونجيوم يعني غضروف. طب لما تزيد الفاسكولاريتي او الامداد الدموي للبيريكونجيوم، ايه اللي هيحصل له؟ هيتغير لبيري اوستيوم. يعني كده يا دكتور لما ازود الامداد الدموي للبيريكونجيوم يبتدي يتحول لبيري اوستيوم، يتحول لبيري اوستيوم. طب يتحول ازاي لبيري اوستيوم؟ هو احنا يا دكتور لما درسنا البريكونديوم عرفنا انه بيتكون من طبقتين، صح؟ اوتر فايبرس وانر سيلر، اللي بره كانت بتتكون من الياف واللي جوه خلايا. لما درسنا العظم قلنا ايه؟ اوتر فايبرس نفس الكلام، اللي بره ليفيه واللي جوه بتتكون من خلايا. قلنا اوتر فايبرس وانر اوستيوجينيك، حلو؟ نفس الكلام يا دكتور برضه في الغضروف، لكن الكلام ده كان في الكتاب من زمان واتشال من حوالي سنتين ثلاثه كده، تمام؟ كنا بنقول outer fibrous inner chondrogenic layer، وزي دلوقتي بنقول inner chondrogenic، وكنا بنقول ان فيها chondrogenic cells، دلوقتي عشان اتشالت وبنقول فيها chondroplast، عشان كده ده اللي انت درسته في الكارتليج. لكن في الواقع، في الواقع في خلايا اسمها chondrogenic cells في الكارتليج، لكن احنا ما درسناهاش، درسنا بس الكوندروبلاست والكوندروسايت، ما درسناش في تشابتر الكارتليج حاجه اسمها كوندروجينيك سيلز، لكن هي موجوده، موجوده في البريكونديوم. يبقى يا دكتور البريكونديوم هو كمان زي البري اوستيوم، مش البري اوستيوم، في طبقه اسمها انر اوستيوجينيك فيها اوستيوجينيك سيلز. يا دكتور نفس الكلام في البريكونديوم، البريكونديوم في برضه انر كوندروجينيك لاير فيها كوندروجينيك سيلز. طب حلو جدا جدا. الكوندروجينيك سيلز دي يا دكتور بقى هتتحول الى اوستيوجينيك، ليه؟ ازداد الامداد الدموي، فتتحول الكوندروجينيك. قدامها خيارين، يا تدي، مش احنا قلنا اوستيوجينيك قدامها حلين، يا تدي كوندروبلاست يا تدي اوستيوبلاست، وده على حسب الامداد الدموي، وشرحنا ده في المحاضرات اللي فاتت. يا دكتور الكوندروجينيك برضو براحتها، على حسب جالها امداد دموي كتير، هتقول لك طالما جاي لي امداد دموي كتير يبقى انا كده ايه، مش هبقى غضروف، فما اديش كوندروبلاست، ادي اوستيوجينيك، والاوستيوجينيك تدي اوستيو بلاست. تمام، كويس جدا جدا. يبقى احنا بدانا مركز التعظم في نص الشافت، حلو. لما زودنا الفاسكولاريتي الامداد الدموي للبريكونديوم اتحول الى بيري اوستيوم اللي موجود حوالين العظم، ازاي؟ الكوندروجينيك سيلز اللي موجوده في الطبقه الداخليه في البريكونديوم تحولت الى اوستيوجينيك. فطالما الطبقه الداخليه تحولت الى اوستيوجينيك، هو ايه اصلا اللي كان يفرق البريكونديوم عن البيري اوستيوم يا دكتور؟ الاثنين كان عندهم الطبقه اللي بره الاوتر كانت فايبرس، كانت فيها الياف، الفرق كان في اللي جوه، اللي جوه كان في الغضروف كوندروجينيك، في
عظم اوستيوجينيك. حلو جدا جدا. يبقى يا دكتور لما الكوندروجينيك تتحول الى اوستيوجينيك خلاص بقى اسمه بيري اوستيوم. حلو. الاوستيوجينيك هتتحول الى ايه؟ اوستيوبلاست. ما احنا خلاص عارفين الكلام ده. طب الاوستيوبلاست بقى يا دكتور هتعمل ايه؟ هتعمل حاجه تحت البيري اوستيوم. ما هو طبيعي يا دكتور انها هتعمل حاجه تحت البيري اوستيوم، لان الاوستيوبلاست لو هتفرز، بص كده ادي عندك يا دكتور ده البيري اوستيوم، دي الاوتر فايبرز ودي الانر اوستيوجينيك. شايف الطبقه اللي فوق دي يا دكتور؟ دي الاوستيوجينيك. شايف الطبقه اللي تحتها دي يا دكتور؟ دي الاوستيوبلاست. فالاوستيوبلاست لو هتفرز حاجه او هتعمل حاجه اكيد هتعملها تحت مين؟ تحت البيري اوستيوم. حلو جدا جدا. طب يا اوستيوبلاست هتعملي ايه تحت البيري اوستيوم؟ هتعمل بون لاير، طبقه من العظم. طبقه من العظم؟ اه يا دكتور. حوالين الكارتليج، حوالين الغضروف، لان لسه عندي هو غضروف، كل اللي حصل بس ان البيري كوندريوم تحول الى بيري اوستيوم لما زودنا الامداد الدموي. فالاوستيوبلاست هتعمل يا دكتور تحت البيري اوستيوم حاجه، هي ايه؟ طبقه من العظم حوالين الكارتليج. اهي يا دكتور كده. شايف كده يا دكتور؟ اهو لما زاد الامداد الدموي تحول الى بيري اوستيوم. والاوستيوبلاست عملت ايه؟ عملت طبقه من العظم حوالين الكارتليج. شايف اهي؟ اهي يا دكتور طبقه من العظم. شايف الطبقه من العظم حوالين ايه يا دكتور؟ حوالين الكارتليج، حوالين الغضروف بالشكل ده. طبقه من العظم اهي حوالين الكارتليج، حوالين الغضروف. طب الطبقه دي اسميها ايه يا دكتور؟ اسميها ايه الطبقه من العظم اللي حوالين الغضروف دي كده؟ الطبقه دي يا دكتور اللي هي عملتها نسميها ايه؟ نسميها بون كولر. طب بون يعني عظم، تمام. ما احنا قلنا انها بون لير، قلنا انها طبقه من العظم. كولر يعني ايه يا دكتور؟ عارف القميص كده يا دكتور بالشكل ده؟ حلو. اللياقه دي كده يا دكتور بنسميها كولر، ليه؟ بتلف حوالين الرقبه بالشكل ده كده. كولر او بتطلق على بعض العقد كده. كولر بنبدا كلمه كولر يعني حاجه بتلف كده يا دكتور. سميها كولر. طب حلو. طبقه العظم دي بتلف حوالين الغضروف كده يا دكتور. بس احنا مش شايفين ده مش 3D فمش شايفينها من ورا. بتلف حوالين الغضروف كده يا دكتور، بتحوطه كده. زي ما القميص اللياقه بتاعته بتحوط الرقبه بالشكل ده، فالبون كولر بتحوط العظمه برضو، كأن دي العظمه ودي البون كولر، بتحوطها بالشكل ده كده يا دكتور. حلو. فعشان كده سميناها كولر. طب دي موجوده تحت مين؟ تحت البري اوستيوم، فقلنا عليها بري اوستيال بون كولر. كويس جدا جدا. يبقى احنا بدأنا في نص الدايفيزز، زودنا الفاسكولاريتي للبريكوندريوم تحول الى بيري اوستيوم، الكوندروجينيك تحولت الى اوستيوجينيك، خلاص عشان كده ده اللي ادى ان البريكوندريوم يبقى بيري اوستيوم. بعدين الاوستيوجينيك منطقي انها هتديني مين؟ الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست عملت طبقه من العظم، طبقه من العظم حوالين الكارتليج، حوالين الغضروف، وموجوده فين؟ تحت البري اوستيوم. واتفقنا ازاي هتعملها تحت البري اوستيوم. المهم ان الاوستيوبلاست عملت طبقه من العظم حوالين الغضروف اهو، كان ده الغضروف اهو يا دكتور. عملت طبقه من العظم حوالين الغضروف سميناها ايه؟ بون كولر. كولر اتفقنا يعني. طب حلو. وتحت البري اوستيوم لان الاوستيوبلاست لو عايزه تفرز حاجه اكيد هتعملها تحت البري اوستيوم، فقلنا عليها بري اوستيال. طب ماشي. طب يا دكتور البون كولر دي عملت ايه يعني؟ قالت لك مش احنا عايزين خلايا الغضاريف دي تموت عشان تيجي مكانها خلايا عظم؟ اه يا دكتور. حلو. فاحنا بنموت شويه خلايا غضاريف، نموتها ونجيب مكانها خلايا عظم. طب عشان نموتها لازم نعمل ايه؟ نقطع عنها مصدر الغذاء. ومين اللي يقطع عنها مصدر الغذاء يا دكتور؟ مين اصلا اللي بيجيب لها الغذاء؟ ده خلايا الغضاريف عايشه على الديفيوجن، عايشه على الانتشار. من مين؟ من البريكونديوم. حلو يا دكتور. طب ما هو اتغير بقى بري اوستيوم، ما هو مش مشكله. طب البري اوستيوم والبريكونديوم الاثنين فيهم اوعيه دمويه، الغذاء هينتشر من خلالها ويوصل لباقي الخلايا. حلو جدا جدا. لكن يا دكتور لما احط طبقه من العظم تحت البري اوستيوم اهو، لو افترضنا يا دكتور اهو كده، ده كده البري اوستيوم يا دكتور. حلو. ده البري اوستيوم، تمام. حلو. واحنا جينا عملنا ايه كده يا دكتور؟ جينا حطينا طبقه من العظم تحت هذا البري اوستيوم، هل هيقدر الغذاء ينتشر ويعدي خلال العظم الصلب؟ لا مش هيقدر. فكده خلايا الكارتليج اللي جوه ما بيبقاش قادر يوصل لها غذاء. او كان يا دكتور ده البري كوندريوم عايز يوصل الغذاء، لكن الغذاء مش قادر يعدي من اللياقه دي كده يا دكتور عشان يوصل لفين؟ يوصل لخلايا الغضاريف. فبيقول لك كده ان البون كولر ده impedes diffusion of nutrients to cartilage cells. البون كولر ده يا دكتور بيمنع، impedes بيعوق، بيصعب الديفيوجن، الانتشار للنيوترينتس، للمواد الغذائيه للكارتليج سيلز، لخلايا الغضاريف.
بيعوق انتشار الغذاء ليها. طب اثناء يا دكتور ما البون كولر ده هل هو اتكون مره واحده؟ لا، ده الاوستيوبلاست قعدت تفرز فيه سنه سنه سنه. طب فاثناء ما الاوستيوبلاست بتفرز يا دكتور في البون كولر في طبقه العظم، اكيد خلايا الغضاريف مش غبيه ولاحظت ان الغذاء اللي بيوصل لها ابتدى يقل سنه سنه سنه. فانت او اي انسان او اي حد بيفكر طبيعي هيعمل ايه؟ لو لقى ان الغذاء اللي بيجي له قليل فلازم يا دكتور يبتدي يحوش غذاء، لانه كده بيشك او بيتنبه انه داخل على مجاعه. فكذلك الكوندروسايت هتعمل ايه يا دكتور؟ انتبهت انها داخله على مجاعه، فابتدت ايه يا دكتور؟ الكوندروسايت اللي في الكارتليج سنتر اللي موجوده في المركز، حلو، increase in size and deposit calcium. اول حاجه increase in size، تزيد في الحجم. ايه يا دكتور؟ بتبتدي تخزن جواها بقى مصادر غذائيه زي الجلايكوجين، تمام، تبتدي تخزن جواها مصادر طاقه، ما هي خلاص داخله على مجاعه، فده اللي بيخليها تزيد في الحجم، increase in size. طب ولما تزيد في الحجم يا دكتور وبتبتدي تخزن معاها جلايكوجين، بيبتدي كمان يا دكتور في الوقت ده ينشط عندها انزيم الكالاين فوسفاتيز. الكالاين ايه يا دكتور؟ فوسفاتيز، اللي هيخلي الوسط ايه؟ الكالاين، يخلي الوسط قاعدي. ولما الوسط يكون قاعدي يترسب مين؟ يترسب الكالسيوم، الكالسيوم يديبوزيت، يترسب الكالسيوم. طب حلو، يعني خلينا الوسط قاعدي وترسب الكالسيوم، ده انت كده بقى مترسب حواليك كالسيوم، فايه اللي يحصل لها؟ تموت يا دكتور، death of chondrocyte. يبقى تاني البون كولر بيمنع عنها مصادر الغذاء، فايه اللي حصل لها؟ ابتدت تحوش جلايكوجين يا دكتور. فاثناء ما هي بتحوش جلايكوجين كمان نشطت يا دكتور الانزيم اللي كان عنها عندها بشكل ان اكتف، بقى نشيط يا دكتور، اسمه الكالاين فوسفاتيز اللي احنا درسناه وعرفنا ده مهم في عمليه ترسيب الكالسيوم، لانه بيخلي الوسط قاعدي والكالسيوم يترسب في الوسط القاعدي زي ما قلت لك. فالكوندروسايت زادت في الحجم وعرفنا ليه، الكالسيوم يترسب ليه؟ بفعل انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز يا دكتور، انا بفهمك هي مش مكتوبه. طب فالكالسيوم لما الماتريكس خلاص بقى كالسيفاي ترسب فيه الكالسيوم، ايه اللي هيحصل للكوندروسايت الموجوده؟ ديث، موت، هتموت. ليه يا دكتور هتموت؟ ما خلاص حواليها كل الماتريكس مترسب فيه كالسيوم صلب، هتاخد الغذاء منين؟ انعدم عنها مصدر الغذاء تماما، فدث، ماتت. سابت مكانها ايه؟ كافيتيز، المكان اللي هي كانت عايشه فيه، مش هي تخنت وكبرت، اوكي، فهتسيب مكانها كافيتيز، تجاويف irregular غير منتظم. المهم انها ماتت وسابت مكانها تجاويف يا دكتور، ماشي، بعد ما ماتت وسابت مكانها تجاويف بالشكل ده، تجاويف طبعا غير منتظمه لان كل خليه منهم تخنت مش زي التانيه. طب ماشي، فايه اللي يحصل يا دكتور بقى؟ احنا كده بقى عندنا بيوت ما فيهاش سكان، الاوستيوسايت ماتت وسابت مكان المكان اللي هي سابت المكان اللي هي كانت عايشه فيه خلاص، يعني هي كانت قاعده في مكان في الكارتج، ماتت خلاص، فالمكان ده بقى عباره عن تجاويف. عايزين بقى يا دكتور نحط مكانها عظم، تمام، احنا كده خلاص وصلنا للستيب دي، لو حولنا البريكوندر من البريوستيوم ومنعنا عنها مصادر الغذاء بمين؟ بالبون كولر يا دكتور، فابتدت تحوش وتكبر في الحجم، رسبت كالسيوم، ماتت، حلو، ولما ماتت سابت مكانها تجاويف. ماشي يا دكتور، عايزين بقى ايه؟ ننقل نحط عظم هنا يا دكتور بقى. طب عشان نحط عظم هنعمل ايه يا دكتور؟ لازم هنجيب خليه اليو ام سي ونخليها تتحول لاوستيوجينيك، والاوستيوجينيك لاوستيوبلاست، والكلام ده كله، وابتدي نمشي في الخطوات مشابهه لدي كده يا دكتور، زي اللي اتكلمنا عنها في الانترا ميمبرز، هنشوفها كمان شويه هنا. طب بس يا دكتور معلش، يعني احنا دلوقتي انت قلت لي ان احنا خلاص كوننا بون كولر، طبقه عظميه ناشفه، ازاي هنقدر نعدي من الطبقه العظميه دي يا دكتور؟ ازاي هنبتدي نقدر نعدي من العظم؟ احنا عايزين دلوقتي العظم ده عايزين نحفر فيه زي نفق كده يا دكتور، او طريق تعدي منه خلايا اليو ام سي عشان تدخل تقعد جوه التجاويف دي كده، حلو، وتتحول بقى الاوستيوجينيك، والاوستيوجينيك تديني اوستيوبلاست، والاوستيوبلاست تعمل لي عظم. انا خلاص عايز املى التجاويف دي بقى كده عظم، واعمل ايه؟ خلاص بقى مركز تعظم والكلام ده كله، مش ده مركز التعظم؟ طب حلو، ابتدي بقى احول الغضروف ده خلاص بعد ما قضينا، عشان كده قلت لك ريبليسمنت، استبدال خلايا الكارتليج بتموت واستبدلها بخلايا عظميه. طب حلو، فمين يا دكتور اللي يقدر ياكل لنا العظم ويحفر لنا نفق كده بالشكل ده؟ لو عندنا اهو يا دكتور ده جزء العظم، عايزين نعمل ايه يا دكتور؟ عايزين نحفر نفق كده، خليه تدخل تاكل كده وتاكل كده وتعمل لها نفق، بحيث تقدر تعدي منه خلايا اليو ام سي وتدخل جوه ايه؟ جوه التجاويف دي. مين يقدر يعمل لنا المهمه دي؟ مين الخليه اللي بتاكل العظم؟ الاوستيوكلاست. فالاوستيوكلاست هتعمل هولز، هتعمل زي حفر في البون كولر اهو يا دكتور، تيجي الاوستيوكلاست تعمل حفره هنا كده
وحفر حفر بقى يا دكتور في البون كولر، نفق كده. النفق ده او الحفره دي ايه اللي هيحصل يا دكتور لما الاوستيوكلاست تعمل هولز، تعمل حفر في البون كولر ده؟ يو ام سيز وبلاد فيسلز انفيد كافيتيز ان كارتليج. هنبتدي اليو ام سيز والبلاد فيسلز تغزو وتغزو هذه التجاويف الموجوده في الكارتليج الموجوده في الغضروف. يبقى يا دكتور لما يحصل الحفر بالشكل ده تبتدي اليو ام سيز وتبتدي البلاد فيسلز الاوعيه الدمويه مع اليو ام سيز يا دكتور تبتدي يغزو يغزو يا دكتور ايه؟ يغزو هذه التجاويف ويدخلوا جواها. بسميهم يا دكتور اليو ام سيز والبلاد فيسلز فاسكولار كور، الجوهر الدموي. كمان شويه هنعرف ان لهم اسم تاني وهو فاسكولار باد، البرعم الدموي. تمام، فسواء فاسكولار كور او فاسكولار باد، تمام اوكي نفس الحاجه. طب ماشي، دخلوا جوه. اول ما دخلوا جوه يعملوا ايه؟ نفس اللي قلنا من شويه، اليو ام سيز تبتدي ايه تتميز لنفس الحاجات دي كلها. فاليو ام سيز ديفرنشيت ليه يا دكتور؟ للاوستيوجينيك، والاوستيوجينيك تعمل اوستيوبلاست، والاوستيوبلاست تعمل الميتريكس، بعد كده يعمل الترابيكولاي اللي هي السبونجي بون. اختصر بقى عليك الكلام ده، مش قلنا من شويه ان الاوستيوبلاست يا دكتور اهي هتعمل الاوستيويد اللي هو الجزء الاورجانيك، بعدين يترسب عليه الكالسيوم، مش ده اللي قلناه اهو؟ هتعمل الجزء الاورجانيك، بعدين يا دكتور لسه هيترسب عليه الكالسيوم، حلو، وتتحول لاوستيوسايت، وتبتدي بعد كده زي ما قلنا ايه اللي يحصل يا دكتور؟ تنمو 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 سكند وبرانش والكلام ده كله، حلو، وتعمل لي السبونجي بون العظم الاسفنجي اهو، حلو جدا جدا. تعال بص بقى هنا اهو، هيختصر عليك كل ده. ادي الاوستيوبلاست اهي خلاص افرزت ايه يا دكتور؟ الاوستيوبلاست واحنا فين اهو، الاوستيوبلاست عملت الميتريكس. وبقى يا دكتور كل الحكاوي اللي كان حكاها لك في الانترا ميمبرانس خالص مش هحكيها لك تاني، هيقول لك على طول عامل الترابيكولاي يا دكتور اهو، ما قالكش بقى الاوستيوسايت والكلام ده كله، ولا برانشنج ولا انستموزنج ولا الكلام ده كله خالص اهو. عملت ايه يا دكتور؟ عملت سبونج بون، اختصر عليك الموضوع على طول اهو، عملت سبونج بون الترابيكولاي واللي عملت لي السبونج بون خلاص، ما قالكش بقى لا سكند ولا برانشنج ولا انستموزز ولا الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت السلايد اللي فاتت. طب بس نفس الجمله، السبيسز اللي بين الترابيكولاي فيها بون مارو، اوكي عارفين الكلام ده يا دكتور، حلو. اوستيوكلاست هتغير الريجولار بون مارو كافيتيز انتو وان ريجولار. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ هو احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي فين يا دكتور؟ احنا عملنا في الدايفيزز صح؟ الدايفيزز دي صح؟ حلو جدا يا دكتور. طب الدايفيزز دي هل الشكل النهائي ليها فيه تجاويف كده؟ لا يا دكتور، ده الشكل النهائي ليها فيه تجويف واحد، تجويف واحد بس مليان بنخاع العظام. يعني ما ينفعش تبقى مفرغه كده بالشكل ده، ما ينفعش تبقى سبونجي، لا ما ينفعش تبقى سبونجي. فاحنا هنا هنعمل بقى يا دكتور؟ لا، الاوستيوكلاست. نبتدي شايف انت تقول لك الشكل ده كده، تقول لك الشكل ده كده ما يعجبنيش، الشكل ده ما يعجبنيش، ابتدي اكل الحاجات دي كلها واسيب تجويف واحد بس، مش احنا كنا عندنا كده اهو؟ حلو؟ تقول لك لا انا هاكل ده كله واحط مكانه تجويف واحد، ازاي يعني؟ تقول لك اهو كده، بص تروح جايه واكل الجزء ده كله تروح محولاه الى تجويف واحد كده يا دكتور. ايه ده، مش هو ده الشكل اللي احنا عايزينه؟ هو ده الشكل فعلا اللي احنا عايزينه يا دكتور. فهتيجي الاوستيوكلاست هتغير الريجولار بون مارو كافيتيز، اهي التجاويف الغير منتظمه دي كده يا دكتور، هتيجي الاوستيوكلاست تغير التجاويف الغير منتظمه دي كده اهو، غيرت التجاويف الغير منتظمه لتجويف واحد، طب انتو وان ريجولار لتجويف واحد فقط من نخاع العظام، يتحط فيه بقى يا دكتور يبقى مليان بنخاع العظام. طب بعد كده يا دكتور خلاص احنا عايزين الجزء ده اللي هو في الدايفز ده هيبقى كومباكت بون بعد كده، حلو. فبيقول لك ان الطبقات البون لامين بتاعته هتبقى مرتبه بشكل ازاي بقى يا دكتور؟ طبقات العظم بقى هتبقى مرتبه بشكل ازاي؟ احنا خلاص حولناه الى كومباكت بون. اكيد فاكرين سبونجي بون لما درسناه المحاضره اللي فاتت وقلنا ان هو الطبقات بتاعت العظم بتاعته مش مترتبه بشكل منظم، لكن طبقات العظم بقى في الكومباكت بون يا دكتور بتكون مترتبه ازاي؟ arranged regularly، مرتبه بشكل يا دكتور منتظم، بشكل ريجولار بشكل منتظم، وكمان كونسنتريكالي يا دكتور. يعني ايه كونسنتريكالي؟ دوائر متحده المركز اللي اتكلمنا عنها اللي هي الهافيرجن سيستم فورمنج، تعمل لي ايه الهافيرجن سيستم والكومباكت بون. تمام، فلو عايزين نلخص البرايمري اوسيفيكيشن سنتر يا دكتور بيحصل ازاي؟ بدانا في نص الدايفيزس، ايه اللي حصل؟ زودنا الفاسكولاريتي فالبريكونجيوم بقى بيري اوستيوم، ازاي؟ لان الكوندروجينيك اللي في البريكونجيوم تحولت الى اوستيوجينيك، الاوستيوجينيك عملت لي مين الاوستيو؟
بلاست، الاوستيو بلاست عملت ايه؟ عملت طبقه من العظم تحت البري اوستيوم لانها موجوده تحت البري اوستيوم. حلو جدا، سميناها ايه؟ كولر، كولر زي هيئه القميص كده. الطبقه دي عملت ايه؟ قطعت عن الكارتليج ميه ونور، قطعت عنه كل الغذاء. فخلايا الكارتليج مش عبيطه، لما لقيت ان بيحصل امبيد اعاقه للغذاء يا دكتور اللي جاي لها، عملت ايه؟ ابتدت تزيد في الحجم وتحوش جواها حاجات. من ضمن الحاجات اللي حوشتها جواها مع مصادر الطاقه، ده ادى الى تنشيط انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز، اتنشط في الوقت ده، فابتدى الكالسيوم يترسب حواليها. لما ترسب الكالسيوم ماتت، لان خلاص كده بقى الميتريكس اللي حواليها مترسب فيه كالسيوم فماتت يا دكتور. ترسيب الكالسيوم ده خلاص ادى الى موتها. لما ماتت سابت مكانها الريجولار كافيتيز، تجاويف كده. طب التجاويف دي عايزين ندخل نملاها بقى بخلايا عظم عشان نستبدل الكارتليج بكومباكت او سبونجي بون. هنفهم ازاي ليه قلنا كومباكت وليه قلنا سبونجي، هنعرف ده ليه كمان شويه. طب اوكي يا دكتور، نستبدله ازاي؟ محتاجين حاجه تقدر تنحت لنا في العظم عشان تقدر الخلايا تعدي، حاجه تنحت لنا في البون كولر ده. مين اللي ينحت فيه؟ الاوستي كلاس، تعمل حفر في البون كولر. حلو، هي دي يا دكتور، عشان تقدر تدخل يو ام سي والبلاد فيسلز يخترقوا هذه الكافيتيز. اول ما اليو ام سي تدخل خلاص، نفس اللي قلناه بقى، نفس اللي قلناه هنا، اليو ام سي اوستيوجينيك والاوستيوجينيك اوستيوبلاست، والاوستيوبلاست تفرز للميتريكس، والميتريكس يترص فيه كالسيوم، وتحصل نفس، والترابيكولاي تتعمل، وبعد ما تعمل الترابيكولاي هتعمل لي ايه؟ سبونجي بون. لو عارفين ان الفراغات دي فيها ايه؟ فيها بون مارو. حلو، الاوستيوكلاست هتغير الريجولار كافيتيز دي لكافيتي واحد. ليه؟ عشان احنا دلوقتي في الدايفيزس، والدايفيزس ما فيهاش كافيتيز، الدايفيزس فيها كافيتي واحد، تجويف واحد كده. حلو، فهتغيرها لي يا دكتور الى كافيتي، الى تجويف واحد كده يا دكتور. طب وهيبقى في الاخر شكل العظم بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عنه. طب باختصار البرايمري اوسيفيكيشن سنتر، شفت لما تبقى خدها بشكل قصه تلاقي الموضوع ماشي بشكل منظم وجميل ازاي؟ طب احنا كده يا دكتور استبدلنا الكارتليج نهايه في البرايمري بايه يا دكتور؟ استبدلناه بكومباكت بون. طب ازاي بقى ممكن نستبدله بسبونجي بون؟ لو عمليه التعظم دي بقى بعد ما نشأ مركز التعظم الاول هنا في الدايفيزس، يجي مركز التعظم الثاني ينشأ في الابافيزس، دي ابافيزس ودي ابافيزس، النهايتين دول يا دكتور. ليه بقول عليها يا دكتور؟ بص كده اهو، شايف الشكل النهائي بتاعها ايه؟ سبونجي بون، يعني مش كومباكت، لا مش كومباكت، اهو مليان فراغات كتير، مش زي ده فراغ واحد. طب بيقول لك كده similar to primary center، اهو شال عنك كل، شايف انت كل الحاجات دي كده؟ نفس الكلام بالظبط، similar to primary center، نفس اللي بيحصل في البرايمري سنتر، المركز التعظم الاولي هنا هيحصل في السكندري. اوكي يا دكتور، until لحد cartilage is replaced by spongy bone، لحد هنا كده يا دكتور. ما تقول لي ان خلاص انا كده استبدلت الكارتليج وعملت سبونجي بون، اقول لك وقفت خلاص بقى، وما بينهم في التجويف دي فيها بون مارو، اقول لك اقف، ما تستبدليش بقى الكافيتيز دي بتجويف واحد. لا، ليه؟ لان اصلا الابيفيزس يا دكتور العظم اللي موجود فيها من النوع سبونجي، يعني يا دكتور هتقف، هتقف لحد ما يتم، ما تم استبدال العظم بالسبونجي بون. طب انتاير، يبقى كده يا دكتور هو نفس اللي بيحصل في البرايمري سنتر باستثناء اللحظه الاخيره. ايه الحته الاخيره؟ ما تجيش تحول لي بقى البون مارو كافيتيز دي كده يا دكتور، ما تجيش تحولها لي، ايوه عايزك تثبت كده على انها سبونجي. حلو، اه ما تجيش تغيرها لي لتجويف واحد، لا اثبت على انها سبونجي. حلو جدا جدا، يبقى يا دكتور until cartilage is replaced by spongy bone، لان انا اصلا عايزه سبونجي مش عايزه كومباكت، عايز الجزء ده كده يا دكتور يكون ايه؟ سبونجي بون. طب حلو جدا، طب يبقى كده entire cartilage replaced by bone، كل الغضروف ده كده يا دكتور، كل الغضروف ده تم استبداله بعظم، except باستثناء، باستثناء مين يا دكتور بقى؟ منطقتين احنا عارفينهم من ايام ما درسنا الهايلاين كارتليج. مين هم؟ الارتيكولار كارتليج والابيفيزيال بليت. طب او الابيفيزيال كارتليج، الارتيكولار كارتليج ده لسطح التمفصلي، مش ده يا دكتور نهايه العظمه؟ لو قلنا دي نهايه الفيمر فدي هتروح في الجلينويد كافيتي، تمام، بتاع عظمه الاسكابيولا، تمام، عشان تعمل لي مفصل الكتف. حلو جدا جدا، فدي يا دكتور هتروح بقى تركب كده في التجويف الموجود في عظمه الاسكابيولا عشان تعمل مفصل الكتف. فينفع عظم يحتك بعظم؟ لا، فبنسيب حته كارتليج عشان ما تخليش العظم يحتك بعضه. فدي يا دكتور هتفضل كارتليج عشان ده اسمه ارتيكولار
موجود عند البوني اندز، عند نهايات العظمه، النهايه بتاعتها كده يا دكتور، اسمه التا مفصلي. فلازم احط غضروف يمنع من الاحتكاك. انا مش بحط غضروف، هي العظمه اصلا كانت غضروف، وجينا عند الجزء ده ربنا سابه ما حولوش لعظم عشان يمنع الاحتكاك العظم ببعضه، وبالتالي ما يحصلش الم، وبالتالي يحصل سهوله في الحركه. طب وفي برضه يا دكتور حاجه تانية بتتحول لعظم لما حضرتك تتوقف عن النمو. وحضرتك بتنمو ازاي؟ ازاي العظمه بتنمو في الطول؟ عن طريق حاجه اسمها الابيفيزيال بليت. اهو شايف ده كده؟ اهو ده يا دكتور الابيفيزيال بليت، ده لسه هو ما تحولش العظم، ده عباره عن غضروف، حاجه كده رفيعه خالص سبحان الله، هي دي اللي انت بتطول منها. تخيل، وهنعرف ده بالتفصيل كمان شويه. يبقى يا دكتور البليت اوف كارتليج اللي ما بين الابيفيزس والدايفيزس اسمه ايبيفيزيال بليت. يبقى الجزء ده اسمه ايه؟ اسمه ايبيفيزيال بليت. ده ما بين الابيفيزس والدايفيزس، مش دي الدايفيزس يا دكتور؟ اه دي الدايفيزس، اوكي، ودي الابيفيزس. ما بين الابيفيزس والدايفيزس في الابيفيزيال بليت، اهو دي الابيفيزس يا دكتور، ودي اللي تحت الدايفيزس. ما بين الدايفيزس والابيفيزس في الابيفيزيال بليت اوف كارتليج. اوكي، يبقى الابيفيزيال بليت ده ما بين، ده عباره عن بليت اوف كارتليج، شريحه من الكارتليج ما بين الابيفيزس والدايفيزس. هنعرف بقى كمان شويه انت بتنمو منها ازاي، النود دي اشرحها في الاخر. طب ازاي يا دكتور بقى؟ ده الابيفيزيال بليت كده خدناه يا دكتور وكبرناه عشان نشوف انت بتنمو منه ازاي. هو يا دكتور ايه هي التشينجز، التغيرات اللي بتحصل في هذا الابيفيزيال كارتليج؟ اوكي، ده اكيد يا دكتور معمول من كارتليج سيلز، اكيد معمول من خلايا كارتليج لانه اسمه ابيفيزيال كارتليج. طب حلو، ده الجزء اللي من الكارتليج اللي ما تحولش العظم، وهيتحول لعظم يا دكتور عند سن 23 سنه 22 سنه، اللي انت بعد كده لما هو خلاص بقى يتحول لعظم، خلاص انت كده مش هينفع تطول تاني خلاص. طب ازاي بقى يا دكتور، ايه هي التغيرات اللي بتحصل فيه؟ هتلاقينا مقسمينهم كده الى زونز او مناطق، زون 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 زون، كل دي بطلق عليها لفظ كلمه زون، تمام. اوكي، طب اول حاجه هي الريستنج زون او زون الراحه، لسه الكارتليج خلايا الكارتليج ما بتعملش حاجه، ريستنج بار بس يا دكتور ان الهايلاين كارتليج او الهايلين كارتليج، حلو، في كارتليج سيلز عادي، الكارتليج سيلز بتاعت الهايلاين كارتليج قاعده ريستنج، من اسمها ريستنج، تمام، مستريحه لسه ما بتعملش حاجه. طب اللي بعدها بقى يا دكتور ايه اللي يحصل لها؟ تبتدي تكتر، فبسميها بروليفريتيف زون، بروليفريتيف يعني التكاثر. طب بتتكاثر ازاي؟ بتكتر في العدد، increase in number، وتبقى range مرتبه في parallel rows، يعني rows يعني صفوف، parallel يعني متوازيه، rows يعني صفوف افقيه، parallel يعني متوازيه. طب يبقى اول حاجه خالص كانت testing مستريحه، كترت في العدد وبقت مرتبه في صفوف افقيه. طب ماشي يا دكتور، بعد ما كترت كبرت، يبقى اول حاجه كترت بعدين كبرت، حصل لها هايبر تروفي، كلمه تروفي يعني غذاء، كلمه هايبر يعني زياده، فحصل زياده في الغذاء، كبرت كده في الحجم، اول ما ازدادت في الغذاء كبرت في الحجم. شايف ازاي هنا بعد ما كانت رفيعه كبرت ازاي؟ طب ايه اللي خلاها تزيد في الحجم يا دكتور؟ انها راكمت بداخلها، حصل لها اكيوميليشن، راكمت جلايكوجين والكالاين فوسفاتيز انزايم، حلو، كبرت في الحجم من شويه، حتى لما قلت لك هنا كبرت في الحجم وشرحت لك ازاي كبرت في الحجم، طب قلت لك حصل تراكم جواها لحاجتين، جلايكوجين، الجلايكوجين، وانزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز درسناه قبل كده. طب يا دكتور كويس جدا، الانزيم اللي اسمه هاي الكالاين فوسفاتيز ده كان بيعمل ايه؟ بيخلي الميديا، بيخلي الوسط الكالاين، بيخلي الوسط قاعدي، وقلنا الكالسيوم بيترسب في الوسط القاعدي، فتستنتج ان بعدها هيحصل ايه؟ كالسيفيكيشن، ترسيب الكالسيوم، اهو الكوندروسايت ديبوزيت كالسيوم، هيترسب الكالسيوم حوالين الكوندروسايت، تمام؟ ده المقصود بكلمه ديبوزيت كالسيوم، مش هي هترسب كالسيوم، لا هي ما بتطلعش كالسيوم، هو هي خلت الوسط قاعدي بقى مناسب لان الكالسيوم يعرف يترسب، لانه بيترسب في الوسط القاعدي، قلت لك الكالسيوم بيحب القاعدي. لما يترسب الكالسيوم خلاص كده الميتريكس بقى صلب، كارتليج سيلز ايه يا دكتور؟ داي، ماتت، وسابت ايه؟ امتي سبيسز، فراغات كده يا دكتور، حلو. طب لما تسيب الفراغات ايه اللي هيحصل؟ زي ما شرحنا من شويه بالظبط، تبتدي الفراغات دي تتملي بمين بقى يا دكتور؟ يحصل الاول الانفيجن،
حلو، لان خلاص المكان الحاجه دي بقت صلبه، عايزين نقتحم الفراغات دي. نقتحمها ازاي بقى يا دكتور؟ هيجي يحصل عايزين نعملها انفيجن، نعملها غزو، بقت خلاص فاضيه ما فيش فيها حد. تمام، الخلايا اللي كانت في الاماكن دي ماتت، كوندروسايت ماتت. طب فالانفيجن الاول لازم يحصل في البري اوستيال كولر، تيجي الاوستيوبلاست، اوستيوكلاست سوري، وتعمل هولز، تعمل حفر. اوكي، ما انت اوكي، مش احنا قلنا البري اوستيال كولر ده يا دكتور بيتم كده حوالين العظمه؟ حلو، اوكي. فمن ضمن المناطق اللي بيتم فيها البري اوستيال كولر حوالين العظمه هي الابيفيزيال كارتج. اوكي، فاحنا عايزين بقى ندخل التجويف دي، ندخل ازاي؟ نفس اللي قلناه هنا بالظبط، نفس اللي قلناه هنا بالظبط. ايه هو يا دكتور؟ اوستيوكلاست، تعمل حفر، تبتدي تدخل في البري اوستيال كولر عشان تخلي مين اللي يدخل؟ الاوعيه الدمويه واليو ام سيز يدخلوا عادي جدا. طب حلو جدا، لما يبتدوا يدخلوا بسميهم ايه يا دكتور؟ بسميهم فاسكولار بود، ومن شويه سميناهم ايه؟ فاسكولار كور. نفس الاحداث بالظبط، لو ذاكرت اللي فات هو ما بنقولش جديد. طب بعد كده يحصل زون تانية اسمها زون الاوسيفيكيشن او التعظم. التعظم بقى ايه؟ تكوين خلايا العظم. حلو، اللي هي ايه يا دكتور؟ اليو ام سي اللي دخلت دي هتتحول لمين؟ لاوستيوجينيك، والاوستيوجينيك لاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست تعمل الميتريكس اللي هو بعد كده تعمل ايه؟ الترابيكري، اللي هي مين؟ السبونجي بون. صح، مش ده الكلام اللي لسه قايلينه من شويه؟ وتعمل هو بالظبط. طب حلو جدا يا دكتور، ولكن احنا عايزين نعمل ايه؟ حاجه اسمها الريموديلنج، عايزين نعمل سنجل بون مارو كافيتي، لان الابيفيزيس دي يا دكتور الابيفيزيال كارتج ده قريب من مين؟ من الدايفيزيس، فهنخليه يا دكتور هو كمان جزء، يبقى تجويف واحد عشان نكمل نفس التجويف واحد اللي في الدايفيزيس. طب حلو جدا، بيحصل حاجه اسمها الريموديلنج، هينتج عنها ايه؟ سنجل بون مارو كافيتي، تجويف واحد من نخاع العظم. وعمليه الريموديلنج اللي شرحناها بالتفصيل في المره اللي فاتت، لو لازم يكون في بالانس او توازن فيها عشان ما يحصلش حاجه اسمها الاوستيوبروسيس، هشاشه العظام. صح، طب هي مزيج من مين ومين؟ مزيج من الاوستيوبلاست اللي بتبني، بلاست بتبني العظم، والاوستيوكلاست اللي بتاكل في العظم. وعرفنا ازاي العمليه دي بتتم عشان تديني شكل العظمه، ومهمه عشان الحفاظ على نسبه الكالسيوم وكل ده. طب ريزوربشن او اكل العظم من certain areas، من مناطق محدده، بيتم بواسطه مين؟ الاوستيوكلاست. وديبوزيشن اوف نيو بون، ترسيب عظم جديد، in other areas، في مناطق تانيه، بواسطه الاوستيوكلاست. حلو، يبقى هو مزيج توازن ما بين العمليتين، عمليه الاكل وعمليه البناء، فيفضل العظم ثابت. واتفقنا على الكلام ده المره اللي فاتت، وقلنا ان البالانس ده مهم، ولو حصل مشكله وزاد نشاط الاوستيوكلاست كانت زياده هيحصل حاجه اسمها هشاشه في العظم، شرحناها بالتفصيل المره اللي فاتت. طب فانتج عندها في الاخر ايه يا دكتور؟ كومباكت بون فورميشن، عملنا العظم الكومباكت اللي فيها فيرجن سيستم ديفلوب، خلاص بقى عندي فيرجن سيستم، بقى عندي النظام ده يا دكتور اللي بتاع الكومباكت بون. تمام، اونلي وان سنترال بون مارو كافيتي، وعندي بس تجويف واحد يا دكتور في الدايفيز ده كده، one central bone marrow cavity بالشكل ده كده. فاحنا كده خلاص عملنا العظم. تمام، اوكي، بدأنا الاول بريستنج، بعدين كترت، بعدين كبرت. حلو، ومن ضمن الحاجات اللي عملتها بتكبر انزيم ايه؟ الكالاين فوسفاتيز. اوكي، فالانزيم ده يا دكتور كان موجود عندها بس بقى نشط يعني. اوكي، ده لو حابب تفهم يعني. فحصل حاجه اسمها كالسيفيكيشن، اترسب الكالسيوم، ماتت، لما ماتت سابت تجاويف فاضيه. حصل بقى اختراق للحاجات دي، ازاي هنخترق البون كولر؟ قال لك خلاص الاوستيوكلاست تعمل لنا حفر فيها، تدخل بعد كده الاوعيه الدمويه باليو ام سي، واليو ام سي تتحول لي في الاخر لاوستيوبلاست، الاوستيوبلاست هتعمل لي الترابيكولي العظم، بس انا مش عايزه يكون شكله سبونجي كده، فاعمل ريموديلنج. نفس الكلام اللي شرحناه من شويه. طب تعالوا بقى نتكلم على نوت اخيره، لازم يكون في بالانس ما بين الاكتيفيتي، النشاط بتاع الاوستيوبلاست اللي بتبني، والاوستيوكلاست اللي بتاكل. تمام، ده النيسيسري، دي حاجه مهمه. ايه يا دكتور؟ عشان ستيبل كالسيوم ليفل ان ذا بلاد، نسبه الكالسيوم في الدم لازم تكون ثابته، نسبته لازم تكون ثابته، لازم نحافظ عليها ستيبل، منتظمه كده وثابته. لو زادت تعمل مشاكل، لو قلت تعمل مشاكل، هتدرسوها بالتفصيل ان شاء الله قدام. طب بحافظ على ده ازاي يا دكتور؟ لو نسبه الكالسيوم قلت في الدم، اقول للكلاس تكسري شويه من الميتريكس بتاع العظم وطلعي لي كالسيوم بالطريقه اللي شرحناها قبل كده يا دكتور، والله طلعي لي كالسيوم عشان ازود نسبه الكالسيوم في الدم بحيث انه يرجع للنسبه الطبيعيه. فساعتها يا دكتور نبتدي نحفز الاوستيوكلاست بعوامل هرمونيه، حلو، عشان تبتدي تاكل في العظم، فنبتدي نرجع نسبه الكالسيوم في الدم ثابته عن طريق انها ترمي الكالسيوم ده فين؟
في الدم. طب لو نسبة الكالسيوم في الدم زادت، لا بقى نبتدي يا دكتور نعمل ايه؟ ننشط الاوستيوبلاست عشان يبتدي الكالسيوم ده الزيادة يترسب في العظم، فبرضه نحافظ على نسبة الكالسيوم في الدم ثابتة. طب الاوستيوبلاست اكتيفيتي از هرمونلي ريجوليتد، يعني بيتم تنظيمها بشكل هرموني، تنظيم نشاط الاوستيوكلاست. في حاجات بتحفزها وحاجات انهبيتد بتوقفها. ستيميوليتد بايه؟ ايه اللي بيحفزها بيعملها ستيميوليشن تحفيز. انهبيتد بايه؟ ايه اللي بيعملها انهبيشن، ايه اللي بيوقفها؟ اللي بيحفزها انزيم اسمه الباراثايرويد هرمون. طب ايه الباراثايرويد هرمون؟ عندك في المكان ده بالظبط كده الغده الدراقيه، عشان تشبه الدراقه احنا بنقول عليها غلط، الدرقيه مش موضوعنا خالص، اسمها الثايرويد. طب اوكي يا دكتور، الغده دي من قدام بالشكل ده كده، من ورا في اربع غدد اسمهم الغدد جارات الدرقيه، كانهم جيرانها. كلمه جاره يعني باره، مجاور يعني باره، تمام. الدرقيه يعني ثايرويد، فسميناها بارا ثايرويد، تمام. الغده دي اسمها بارا ثايرويد جلاندز، اربعه كده بالشكل ده. طب الغدد دي بقى مالها يا دكتور؟ بتطلع هرمون، حلو. الهرمون سميناه بارا ثايرويد هرمون، الهرمون اللي بيطلع من البارا ثايرويد جلاندز سميناه بارا ثايرويد هرمون. طب ليه اسم تاني بارا هرمون؟ عشان لو شفته ام سي كيو. طب فده الانزيم ده الهرمون ده بيحفز الاوستيوكلاست، يحفزها انها ايه؟ تيجي تاكل اكتر في العظم. طب مين يوقفها؟ انزيم اسمه كالسيتونين. انزيم كالسيتونين ده بيطلع من السي سيلز بتاعت الثايرويد جلاند، في خلايا في الثايرويد في الغدد الدرقيه اسمها سي سيلز، كلير سيلز، خلايا واضحه فبقول عليها سي سيلز، سي اختصار كلير، حلو. طب سي سيلز بتاعت الثايرويد جلاند يا دكتور دي بتطلع هرمون اسمه كالسيتونين، الكالسيتونين بيوقف الاوستيوكلاست، حلو. وعشان ما تنساش افتكر الكالسيتونين بيحب الكالسيوم، كالسيتونين بيحب الكالسيوم، تمام، حلو. فهيوقف مين؟ الاوستيوكلاست، تمام. او عشان ما تتلخبطش، كلاست بحرف السين، دايما كده اقول لك عشان توقف حد قوي تجيب له حد قوي زيه، فكلاست بحرف السين ما يوقفهاش غير كالسيتونين اللي زيها بحرف السين، كلاست يوقفها كالسيتونين اللي طالع من سي سي سيلز، حلو، تمام، اوكي، اللي موجوده في الثايرويد جلاند. طب يبقى يا دكتور كده كلاست يوقفها الكالسيتونين اللي طالع من سي سيلز، حلو جدا جدا. طب ومين اللي يحفزها؟ الباراثايرويد بقى التاني، تمام. يبقى دي الغده الدرقيه تطلع كالسيتونين يوقف الكلاست، حلو، طالع من سي سيلز اللي موجوده في الثايرويد، لكن يا دكتور الباراثايرويد طالع من الباراثايرويد جلاند. طب يا دكتور بقى لو واحده عندها اوستيوبروسيس، هشاشه في العظام، عظمها اصلا هش، فاحنا كده عايزين نوقف الاوستيوكلاست، فعشان نوقف الاوستيوكلاست هندي ايه؟ كالسيتونين. فكالسيتونين از جيفن بديه ان تريتمنت عشان اعالج البيشنتس اللي عندهم اوستيوبروسيس، اللي عندهم هشاشه في العظام، تمام كده يا شباب. والحمد لله وقل الحمد لله، خلصنا المحاضره الاخيره ليكتشر 3 في البون. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.